عرفت قصة النفق؟ نحكي قصة النفق. بقى يا سيدي نيويورك سيتي فجأة حصلت هوسة وحدوتة ولغط والدنيا قامت وما قعدتش لما اكتشفوا نفق، خد بالك بقى، نفق تحت مبنى حركة حباد وهي واحدة من المنظمات اليهودية الكبيرة في العالم. بص قدامك على التلفزيون تشوف بقى ايه الحريديم واقفين اللي هم يعني المتشددين يعني اللي موجودين، اللي انت بتشوفهم لابسين البرانيط واللي بيبقوا عاملين الشعر بتاعهم بطريقه معينه وما الى ذلك، الحريديم واقفين والبوليس واقف وحدوته وكل ده لكي يحيط الكل بمبنى هذه الحركه او المبنى الرئيسي لهذه الحركه في مدينه نيويورك بالولايات المتحده الامريكيه. يا ترى هل ترى ايه قصة هذا النفق؟ يعني انا عندي احساس انه مفيش حاجة، انا عندي احساس انه ده مجرد نفق من الانفاق القديمة، ممكن كان بيبقى بقى نفق صرف صحي، نفق خدمات، شيء ما ايا كان، يعني ده مجرد احساس ليس الا. لكن الدنيا فعلا قايمة وهيصة ودوشة وزيطة وزنبليطة، وطبعا الحريدين مش هيعتقونا وهيقعدوا بقى يتكلموا عن المؤامرة الكونية اللي بتتعمل عليهم الى اخره. وخليني هنا اخد معايا على التليفون الأستاذ أحمد محارم المحلل السياسي المعروف بنيويورك. أهلا بيك يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء الفل، إزاي الصحة؟ إيه قصة النفق الحمد ده؟ لله. هي القصة ظهرت الحقيقة في توقيت إن غزة والصراع اللي بقاله 100 يوم وكلمة أنفاق، فلما يطلع نفق في نيويورك ويهود الموضوع بيسمع، فيبقى حماس عملت النفق على طول عن الصورة الذهنية اللي ممكن أي حد يكون متصورها. الموضوع ببساطة إن نيويورك بيعيش فيها 8.5 مليون بني آدم، منهم 1.6 مليون يهود. واليهود دول طوائف وفيهم ناس متشددين. وفي أحياء كاملة زي الحي اللي حصل فيه الموضوع ده، في معبد قديم عمره 200 سنة. والراباي أو الشخص اللي كان الزعيم بتاعهم بتاع المنطقة دي مات من 100 سنة. ومن بعد موته ما كانش في حد يورثه أو يمشي وراه في التيار بتاعه. فحصل انقسام في الطائفة بتاعته، والمعبد ده هناك ناس يعني متعصبين عملوا استرداب ده. احنا في نيويورك دايما البيوت تحتها حاجة اسمها بيسمنت، تعرف الانفاق نيويورك فيها مترو 12-14 خط بتوصل ساعات 70-80-100 متر تحت. فلما يكون معبد زي ده مبني من 200 سنة وفي بيسمنت او اللي احنا بنسميه المناظر عندنا في الفلاحين، يعني استرداب، الجماعة المتشددة دي بشكل من الاشكال مجهزين استرداب ده، مثلا يكون مكان للتعبد او مكان يعني يبقى عندهم نشاط عقائدي او ديني فيه. اللي حصل هم عشان اليهود بيعيشوا دايما في اماكن تلاقي مدارسهم بتاعتهم، الشرطه بتاعتهم، فالحي ده كله 99% ما كانش 100% يهود. وبالتالي حصل ما بين الطوائف نفسها، مش حتى ناس امريكان عاديين او بيض، شافوا ان في نشاط في ملفت للنظر، عربيات بتنزل اسمنت، مواد بناء، حصل يعني احتكاك ما بين الطوائف وبعضها. اللي حصل ان الشرطه جت وشافت ان ناس متشددين مش عايزين يسمحوا للشرطه تشوف الحكايه دي ايه. لما الشرطه شافت الموضوع بقت النقطه ان النفق ده اتعمل ازاي واتبنى بطريقه ازاي ممكن يشكل خطر على المعبد نفسه او على المنطقه السكنيه اللي حواليه. فحاولت الشرطه بنوع من الهدوء، يا جماعه توكلوا على الله، خلينا نقفل النفق ده ونسده. لا، حصلت عركه. لما حصلت عركه في بعض الشباب من المتشددين زقوا دكه كده ولا كرسيين خشب على بتوع الشرطه، فاضطروا بتوع الشرطه ان هم يعتقلوا 9 منهم. فالقصه مجرد نفق او سرداب تحت معبد يبعد تماما عن الكلام بتاعنا بتاع ان اليهود بيعملوا انفاق. بس في معلومة بقى أحب أضيفها لحضرتك، إن إحنا الأنفاق بتاعت غزة دي يمكن في معلومة تكون حديثة عند كثيرين من الناس أنا عرفتها قريب. إن الأنفاق اللي موجودة في فلسطين دي، اليهود لما جم سنة 48 واحتلوا الأراضي الفلسطينية هم أول ناس عملوا أنفاق عشان يبقوا تحت الأرض يصنعوا فيها السلاح ومحدش يشوفها. هم يعملوها بصراحة. فيعني قصة النفق بتاع نيويورك موضوع سينما مختلف تماما عن الصوره الذهنيه اللي احنا. طب كويس ان هم ما لزقوا، للاسف الشديد كويس ان هم ما لزقوهاش في حركه حماس او لزقوها في الفلسطينيين. لا، هم منهم فيهم. يعني حتى الخلاف اللي حصل ما بين الاطراف اليهود ما فيش حتى حد امريكاني، منهم فيهم خلاف عقائدي، ناس متشددين،
وبالتالي الشرطه عملت الواجب اللي بتعمله كحفاظ على الامن القومي وامن الشارع. يعني هم اللي عملوا النفق وهم اللي بيزيطوا وهم اللي عاملين الشغب، وفي نفس الوقت طبعا كما جرت العاده لازم هيخلقوا بكائيه كبرى وحاله من حالات المظلوميه وشبابنا اتضرب واصل الشرطه قبضت عليه حدوته. كويس انه حضرتك نورتنا بهذه التفاصيل استاذ احمد، واشكرك جدا على المداخله، ونتمنى ان نلتقي قريبا اما في القاهره او في نيويورك في القريب باذن الله. اشكرك جدا 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 استاذ احمد محارم المحلل السياسي بنيويورك.